للمزيد من التفاصيل والمتابعة حول قمة بريكس ينضم إلينا مباشرة من قازان علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. بعد التحية علاء، كنت معي منذ قليل من مدينة قازان حيث ناقشت قمة بريكس وتناولت كثير من النقاط المهمة، لكن ما هي أهم النقاط التي استحدثت منذ ذلك الوقت حتى الآن في الجلسة الختامية لقمة بريكس؟ إليك علاء. نعم، جديد الاجتماعات، هناك حديث عن عدد من النقاط التي سوف يحملها البيان الختامي الذي سوف يتلوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصف بلاده الرئيسة الحالية للدورة الحالية 16 من دورات انعقاد تجمع دول البريكس. هذا المؤتمر الصحفي العالمي الذي نتوقع أن يخرج إلى الوسائل الإعلام المختلفة بعد ساعة من الآن، سوف يتلو خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيان كازان، والذي يشتمل على عدد من محاور عمل التجمع خلال المرحلة المقبلة. تم تسريب عدد من هذه المحاور إلى وسائل الإعلام بالفعل، من بينها الترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين إلى تجمع البريكس، في مقدمتهم مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، إيران، إثيوبيا، وأيضا التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين دول التجمع ودول تجمع البريكس بلس في إطار إعلاء صوت دول الجنوب وأيضا الدول النامية، بالإضافة أيضا التأكيد على أهمية العمل على إنفاذ نظام عالمي جديد متعدد الأطراف يتعاطى ويشتبك مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية بمزيد من الإنصاف والعدالة وتوزيع الحقوق والواجبات على كل الدول بلا تفرقة، بالإضافة أيضا التأكيد على إدانة الدول التجمع لأعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على إدانة التصعيد الإسرائيلي ضد دولة لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتأكيد على الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والسلم في هذه المنطقة تحديدا لما لها من تأثيرات على حالة الأمن والسلم في مناطق أخرى تمتد حول منطقة الشرق الأوسط. أيضا عدد كبير آخر من المحاور التي سوف يدعو إليها البيان، محاور تتعلق بآليات العمل الاقتصادي تحديدا، من بينها العمل على تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول التجمع، بالإضافة أيضا التأكيد على التوجه نحو الاقتصاد أخضر وتأكيد تعزيز استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة أيضا لقضية تصاعد تحديات المديونيات على الدول النامية، بما يدعو إلى تيسير التمويل المرحلة المقبلة لعدد من المشروعات في هذه. أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة قازان حيث ناقشت قمة تجمع البريكس. شكرا جزيلا لك.